يعتقدون انه وجود الحكومة برضا الولايات المتحدة، هذه القضية. هم يعتقدون انه حتى يعني اكو منهم من ذهب انه نروح للتطبيع، حتى من هو يروح للتطبيع؟ يعني هسه حديث سواء معلن او غير معلن يقول لك لا مو منتشرين، لا مو منتشرين، لا عفوا، لا من حركات مدنية يقول لك يابا انا احنا ليش ما نطبع، ليش ما نسوي علاقتنا قوية مع هذه، حتى منو هسه يعني الانتقادات، هسه الانتقادات اللي بصوره مباشره او غير مباشره بيتحددون. يعني هل هناك حركه مدنيه في العراق؟ ما ادعت، لا ما تستطيع، لانه بالعراق لا تستطيع ان تدعي، لا تستطيع ان تدعي علنا، لان تعرفون الشعب العراقي يتحدثون هم الان يقول لك احنا انت ليش يا علاقتك ليش تتحدث. واحد بينا قايل طرف من الاطار يريد يطبع ما يجرون هسه من ياختنا يذبون مو هي مو هيك الاتهامات استاذ واثق حبيبي، انت رجل مثقف وواعي واحنا يعني حقيقه انت محترم. كلمه انه قوه مدنيه تريد تطبيع من جوا لجوا هذا مو صحيح، هذا الكلام قوه المدنيه هي خطره عليكم صحيح، خطره على وجودكم، ولكن ما توصل الى مرحله انه نتهمهم بالتطبيع. اعطينا اسم واحد حتى نشوفك شو نسوي، احنا المدنيين نشوفك شو نسوي، مو انت هسه من فوق الشيخ علي ونزول يعني كلهم يدعون انه منطقي. نعم منطقي، مو بهذا الشكل يعني يقول لك من فوق الشيخ علي الدعوات اللي فوق هو مدنيه. اي نعم، لا شنو فوق محسوب عليكم عمي، فوق معارض. لا حبيبي فوق معارض، كان معارض فوق نائب سابق فوق حسبته.